بالصور بايدن وزوجته يسبحان في الهواء الطلق. ترامب أمام القضاء مجدداً في مواجهة اتهامات جنائية. لا رواتب ولا دواء، حكومة لبنان تدق ناقوس الخطر. ناشطون يغطون منزل رئيس وزراء بريطانيا بالأسود. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث. أظهرت صور للرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل يستمتعان بعطلة صيفية على الشاطئ بالقرب من منزل العائلة في شاطئ ريهوب وولاية ديلاور. وعلى طول مسار دراجات بالقرب من المنزل شهد الزوجان على الشاطئ تارة يسبحان وتارة يجلسان تحت مظلة وتارة ثالثة يقودان دراجات هوائية. وبحسب ما نشرته ديلي ميل البريطانية لم يتوقف الزوجان، ولكنهما لوحا لحشد من المؤيدين الذين صرخ عدد منهم 4 سنوات أخرى في إشارة إلى مساعي بايدن للترشح مرة أخرى. يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمناورات جنائية لقلب نتائج انتخابات عام 2020. وتشير لائحة الاتهام بشكل ملحوظ إلى وجود مشروع إجرامي، وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية من خلال محاولة تغيير عملية فرز النتائج. تقع المحكمة التي ستوجه بها التهم لترامب قرب الكابيتول، مقر الكونغرس الأمريكي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في 6 يناير 2021. حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أنه بنهاية شهر أغسطس لن يستطيع لبنان تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية، وذلك في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري. وأضاف ميقاتي في بيان أن خطة منصوري تنسجم مع خطط الحكومة، مؤكدا أن هدفهم هو إقرار هذه الخطط وعدم إضاعة الوقت، لأن الهدف هو إنقاذ البلاد. في السودان أفاد مراسل الحدث بأن قصفاً عنيفاً استهدف مناطق بحري وأم درمان، مع تواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع في عدد من جبهات العاصمة. وأعلن المتحدث باسم الجيش السوداني أن القوات الخاصة نفذت عملية نوعية أسفرت عن مقتل 12 عنصراً من قوات الدعم السريع عند مدخل جسر المكنمر الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري. وأضاف المتحدث باسم الجيش أن القوات الخاصة لا تزال تنشط في مناطق في مدن العاصمة الثلاث. غطى ناشطون من منظمة غرين بيس البيئية منزلا يملكه رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك في شمال إنجلترا بأغطية سوداء، احتجاجا على خطته لتوسيع التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال. وفي صورة نشرت على صفحات المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر المنزل مغطى بأغطية سوداء مع 4 أشخاص على سطحه. وأوضحت غرين بيس أن النسيج بلون النفط الأسود يرمي إلى تسليط الضوء على العواقب الخطيرة لعمليات التنقيب عن النفط.